صباح الخير عليكم ولمس الخير عليكم جميع مشاهدي ومحبي ومتتبعي قناة كليب أكسيز على اليوتيوب أينما كنتم وحيثما وجدتم. في هذا الدرس الجديد اللي يعني راح نوري لكم طريقة بسيطة وبسيطة جدا كيفاش يعني نحمل أغاني من موقع www.dunyamusic.com. هذا الموقع اللي يعني يصيب فيه كثير من الأغاني كما راكم تشوفوا أغاني الرايس طايفي شعبي قبائلي أغاني الراب وغير ذلك من الأغاني. طريقة سهلة وسهلة جدا جدا جدا. اول شيء لازم نديروه هو نروح لهذا الرابط هنا كما راكم تشوفوا اللي راني درته لكم اسفل الشرح يعني اسفل الفيديو. يعني نحمل هذا الاكستنسيون مشاهدينا الاعزاء من موقع موزيلا.org طبعا وندير اد تو فايرفوكس ثم اوتوريزي. بعد ان يتم تحميل هذا يعني البرنامج تظهر لنا هذا الايقونه هنا اللي راكم تشوفوا فيها مشاهدينا الاعزاء. ثم يعني احنا واش ندير نروح لموقع دنيا ميوزيك نضغط على الايقونه هنا كيما راكم تشوفوا تخرج لنا هذه الرساله تقولنا لو بانو ريزو اي ديزاكتيفي. احنا ما لينا غير ناكتيفيوها ثم نغلقها نعاود يعني ندير تحديث للصفحه ويعني نحوس على الالبوم هذا اللي رانا حابين نسمعوه مشاهدينا الاعزاء. مثلا هنا كيما راكم تشوفوا شاب مراد نشوف اغنيه انا ندخل للالبوم نشوف اغنيه رانا حابين نسمعوها مثلا شيره مالها كيما راكم تشوفوا. واش ندير نضغط هنا يعني كيما راكم تشوفوا خرجت لنا شاب مراد اي سوفيان لايف شيره شيشا هاوس 2014. حنا نضغط هنا يعني نحوز حتى نجي الاغنيه تاعنا نصيبوها طبعا نصيبوها بالميجا طبعا ترفد يعني الاكستنسيون تاعها ام بي 3. حنا نبحث حتى نصيب ميجا كيما راكم تشوفوا. نعم 1.1 ميجا. حنا كيما راكم تشوفوا مشاهدينا الاعزاء يعني الرابط ينتهي .mp3 ومنه نستنتج بلي الاغنيه اللي نحوسوا عليها. حنا نضغط هكذا ندير كوبي لادريس ثم نروح للانترنت داونلود مانجر اد تو URL يعني يظهر الرابط وحده ندير اوكي وكيما راكم تشوفوا قد تم تحميل الاغنيه مشاهدينا الاعزاء. بالنسبه للانترنت داونلود مانجر تقدروا تحملوه من الرابط لو يظهر لكم مشاهدينا الاعزاء. وفي الاخير كنتم مع حصتكم او قناتكم كليب اكسيز وشكرا لكم الى اللقاء.